القصه بتاعت شابتر 1 ايه؟ المفروض ان ده واحد من الشباب السهل العدد. اتكلمنا عن ارتفاع الحراره، ازاي الحراره تنتقل من مكان للتاني. وقلنا ان في ثلاث وسائل، كوندكشن، كونفكشن، راديشن. في الكوندكشن اتكلمنا عن الاول السلاب اللي هو زي البلاطه كده، السلاب ده طلعنا له قانون كده باستنتاج منطقي بسيط ان اتش تساوي ماينس بي دي باي تاكس. ومنه بقينا ثلاث حالات كبار. الحاله الاولانيه اللي هي بتاعت البليت او البار او الرص كلهم زي بعض كده اهو، اللي هي الكروس سكشن اريا سقف المقطع حاجه ثابته ما بتتغيرش. الحاله الثانيه اللي هي السلندريكال وول، سوري السلندريكال وول الاول، ودي حاجه سقف المقطع بتاعتها بتتغير حسب المكان. يعني لما بصينا على الكوره، كوره سفير مجوفه من جوه، ففي نص قطر داخلي ار 1 ونص قطر خارجي ار 2، والحراره رايحه من السطح السخن للسطح الاقل سخونه من تي 1 لتي 2. ولما جينا ندرس الموضوع ده قسمناها لشويه شرايح، شويه شيلز، يعني قشور كرويه، ولقينا ان سقف المقطع بتاعت القشره الواحده بتعتمد على الريدس، فكانت التكامل مختلف شويه. وطلعنا القانون بتاع السبيريكال وول اتش تساوي كيو على تي، ده دايما ده تعريف اتش هو كميه الحراره اللي بتعدي الزمن قدر تي بتساوي تي 1 ناقص تي 2 على الريزستنس، الثيرمال ريزستنس. ولقينا ان الريزستنس دي في حاله السير بتساوي ار 2 ناقص ار 1 على 4 باي تي ار 1 ار 2 كي ثيرمال كوندكتيفيتي. ولو سمحتوا ما تلخبطوش بقى، لان احنا عندنا 3 4 كي جاي في السكه. فده الكي الاولاني بتاع الثيرمال كوندكتيفيتي، في كي اللي هي الوحده بتاعت الكلمه، وفي كي هتعدي علينا النهارده، وفي كي المحاضره الجايه. المسائل دي مالهاش دعوه ببعض، يعني مش هيجيلك مسائل فيهم جهات تتلخبط فيهم يعني. بس يعني للتنبيه وخلاص، عرفنا ان في كي اللي هو الثيرمال كوندكتيفيتي. فالسلندر طلع لين ار 2 اوفر ار 1 على 2 باي كي ال، حيث ال ده الطول بتاع السلندر. عظيم. وبصينا بسرعه كده على السيريز والبارلل كوندكشن كونكشن، ولقينا ان في شويه تريكات. لما يكون عندي مثلا نصين كوره جنب بعض، دول هيبقوا ان بارلل، وكل نص منهم مقاومته ضعف مقاومه السير كامل، لان مساحته اصغر فبيعدي حراره اقل، فبالمنطق كده تبقى مقاومته اعلى. فلو مساحته نص كوره يبقى هيدي اثنين مقاومه كوره. كذلك في السلندر. في الشيت في مساله فيها تريكه ظريفه جدا. سلندر بس يعني هو هولو سلندر زي ما السلندر العادي اللي شفناه المره اللي فاتت، نص قطر داخلي ار 1 وخارجي ار 2، بس الكوندكشن اللي فيه الحراره ماشيه ازاي؟ مش ماشيه من السطح الداخلي للسطح الخارجي اكروس السلندر كالوز، يعني مش ماشيه في الاتجاه الريديال، مش ماشيه في اتجاه نص القطر، مش من جوه لبره، لا هي ماشيه في الشيت، مساله الشيت ماشيه من طرف من السلندر للطرف الثاني. يعني لو السلندر شكله كده اهو، لو الحراره ماشيه من السطح الداخلي للخارجي او من الخارجي للداخلي، يبقى هي كده معديه في الاتجاه الراديال، اتجاه نص القطر، يبقى ساعتها تشتغل بالقانون ده بتاع مقاومه السلندر. لكن لو الحراره ماشيه من مثلا الطرف التحتاني للطرف الفوقاني، يعني الحراره هنا تي 1 والحراره هنا تي 2، فهي ماشيه في الاتجاه بتاع اللونجيتودنال دايركشن او الاتجاه الطولي. فدي اعملها ازاي؟ هل هعملها بالقانون ده؟ مش هينفع. اعملها ازاي دي؟ دي مساله رد عاديه. ده كده يبقى رد طبيب، بس هو كل الفكره ان هو هولو من جوه. فمساحه المقطع في القانون بتاع اول حاله في الحاله بتاعت البليت هيبقى المساحه هي مساحه المليانه، يعني دي فيها كده ماتيريال ناقص المساحه الفاضيه. يبقى ده الكروس سكشنال اريا، هي الفرق بين المساحتين. فدي مساله فيها تركه في الشيء. بعدين اتكلمنا عن الكونفكشن شويه، لقينا ان هو كله قصيت شويه تعريف مرابي. وبعدين دخلنا في الراديشن، اتكلمنا ان الراديشن ده انتقال الحراره على شكل تاني تحسين المره الجايه هتبقى خلاص. الراديشن ده الكترومجنتيك ويف، يعني موجه تاخد مغناطيسيه، ممكن تكون زي مثلا أشعة الشمس اللي بتجيلنا بتدي لنا حرارة لا كوندكشن ولا كونفكشن. تاني نعيد على الفيزيكس شوية. الكوندكشن بيحصل ازاي؟ الكوندكشن عند الجسم بتنتقل فيه الحرارة من غير ما الجسم ده نفسه يتحرك، زي الطباشيرة دي كده. إيه اللي بيحصل؟
تلاقي الحراره ماشيه من الطرف للتاني ازاي؟ المولكيولز اللي جوه بتخبط في بعض. حاجه عندها ضغط حراره ضغط حراريه عاليه فبتعمل فايبريشن قوي تخبط في اللي جنبها تديها شويه طاقه فيحصل لها فايبريشن تخبط في اللي جنبها تديها فايبريشن وهكذا. فالحراره تمشي جوه الجسم من غير الجسم نفسه ما يتحرك. في الكونفكشن او الحمل الحراره بتنتقل ازاي؟ لازم فلويد. ده ممكن يجي لك سؤال موضوعي اللي هو الاسئله الصح والغلط. الكونفكشن لازم فلويد يعني جاز او ليكويد لازم ماتيريال بتتحرك السوليد ما بيتحركش. يعني مثلا تشغل مروحه فالهواء يمشي الهواء يعدي على جسم سخن ياخد شويه حراره ويمشي ده اسمه كونفكشن. الحاله الثالثه بقى الراديشن ده الكترومغناطيس ويفز زي بالظبط كده موضوع الشمس والارض الحراره بتجيلنا ازاي. وقلنا لو احنا عندنا جسم زي ده مثلا في انسيدنت انرجي، انسيدنت يعني ساقط طاقه ساقطه عليه كده دي كيو. انا هتكلم عن حاجه اسمها دي كيو هعرفها ان هي الطاقه اللي ساقطه على جسم انسيدنت انرجي بير يونت اريا بير يونت تايم. يعني كمية الطاقة اللي نازلة على الجسم لكل واحد مساحة كل سنة، يعني وحدتها تبقى ايه؟ طاقة لكل واحد مساحة كل واحد سنة يبقى وحدتها ايه؟ جول على متر تربيع على سكن أو وات بير متر سكوير. جول على سكن ده وات. فاللي هيحصل في حاجتين، في شوية هيحصل لهم ريفليكشن بمقدار اسمه بي دي كيو، البي ده الريفليكتيفيتي اللي هو الريشيو أو نسبة الحاجه اللي الطاقه اللي انعكست على الطاقه الانسيدنت وشويه حصلوا ابسوربشن او امتصاص مقداره اي دي كيو حيث لو احنا مفيش اي لوس في الانرجي هيبقى ايه بلس بي بيساوي 1. الاي والبي مجموعهم بيساوي 1 والاثنين ريشيوز يعني الاثنين دايمنشنز يعني الاثنين ما لهمش وحدات. الاي اصغر او يساوي 1 ولقينا حاله خاصه قوي سبيشال كيس ان الاي بيساوي 1 يعني ابزوربشن كامل اي حاجه تنزل على الجسم يمتصها سميناها ايه؟ البلاك بارد. فالثيرمال ايكوليبريم هنا بقى في كلمتين في الكتاب ملخبطين شويه خلي بالكم الحته دي معكوكه في الكتاب شويه مش واضحه قوي. في حاجتين حاجه اسمها الايميس باور وحاجه اسمها الايميس اف. المره اللي فاتت ما قلناهاش دي جديده بقى الايميس باور والايميس اف. الايميس اف دي زي ابزوربتيفيتي زي الريفلكتيفيتي. يعني انا عرفت الابزوربتيفيتي اللي هي نسبه الطاقه الابزورب على الطاقه الانسيدنت. وعرفت الريفلكتيفيتي ان هي نسبه الطاقه اللي ريفلكتد على الانسيدنت. كويس كده؟ هعرف حاجه اسمها الانسيدنت اللي هي قد ايه طاقه طلعت من الجسم ايميتد بالنسبه للطاقه اللي ريفلكتد على الجسم الانسيدنت. برضه ريش. كويس؟ فالانسيدنت هي على وزن الابزوربتيفيتي والريفلكتيفيتي ريشيو ما بين حاجتين. الاميسيفيتي دي قد ايه طاقه حصل لها راديشن من الجسم بالنسبه للطاقه اللي استلمها الجسم. وهنسيرمال ايكوليبريم لما يكون الجسم درجه حرارته ثابته نقدر نقول ان الابزوربتيفيتي بتساوي الاميسيفيتي. الجسم بياخد طاقه اي دي كيو هيطلعها لان درجه حرارته ثابته مش هيحول طاقه. ماشي الكلام؟ طيب دي الانسيبت. في حاجه بقى اسمها الانس باور. اقول تاني قلنا ان الجسم لو استلم طاقه مقدارها دي كيو في احتمالين شويه يحصل لهم ريفليكشن سميناهم بي دي كيو وشويه يحصل لهم ابزوربشن اللي هم اي دي كيو. اللي هيحصل لهم ابزوربشن دول بعد شويه هيحصل لهم راديشن هيطلعوا بره. لو الجسم عند زي ما يكولبري درجه حرارته ثابته يعني الجسم درجه حرارته مثلا 50 وانت مشغل جنبه لمبه اللمبه دي تدي له انرجي باشمهندس. ايوه فاللمبه دي بتدي له حراره. كويس كده؟ هو درجه حرارته لانها ثابته لظروف ما احنا مثبتين درجه حرارته فطبعا هياخدها من اللمبه دي بالراديشن لازم هيطلعها. فالطاقه المنبثقه بتساوي الطاقه المشعه اللي ميزت انرجي بعد كده. فاحنا بنعرف ده بحاجه اسمها الانسيلتي. الانسيلتي اللي هي نسبه انا معلش مكان تبقى بس هي زي كده زي ابزورب انرجي على انسيلت انرجي هتبقى ايميتد على انسيلت. تبقى بسرعه كده ايميتد على انسيلت.
الكتاب بتاعنا ملهاش رمز. انا اتعامل بس بالايه، ان الاميسيفيتي يساوي الابسوربتيفيتي، ده ما هنتعامل مع رمز اسمه ايه. الاميسيفيتي مش هنديها رمز مختلف، يعني احنا عندنا رمز ايه ورمز بي، وهنعتبر دايما ان الاميسيفيتي بيساوي الابسوربتيفيتي، فمش هندي الاميسيفيتي رمز مختلف هنسميها برضو ايه. في حاجه اسمها الاميسيف باور بقى. الاميسيف باور هي الطاقه اللي طلعت من الجسم بير يونت اريا بير يونت تايم. في حالة الثيرموليكوليريوم الاميسيفيتي بتساوي الابسوربتيفيتي، ما بينقص قد كده بيطلعهم تاني. بس احنا دايما بنتعامل على الثيرموليكوليريوم فهي دايما كده. في حاجه بقى اسمها الاميسيف باور ديفينيشن كمان، ده اللي احنا هنديله رمز اي بقى. الاي اللي هي الاميسيف باور قد ايه طاقه طلعها الجسم بير يونت اريا بير يونت تايم. يعني حاجه شبه الدي كيو كده، يعني الجسم استنى طاقه اسمها دي كيو شويه دخلوا جوه اي دي كيو، الاي دي كيو اللي دخلوا جوه دول هيطلعوا بره اسمهم اي. فالاي هي الايميتد انرجي من الجسم بير يونت اريا بير يونت تايم، شبه كده الدي كيو هي الانسيدنت انرجي بير يونت اريا بير يونت تايم، اللي خارج بره اسمه الايميتد باور اللي هي الايميتد انرجي بير يونت اريا بير يونت تايم. يعني وحدتها برضه زي الدي كيو هتبقى جول بير سكند بير يونت. وقلنا ان عند سيرمال ايكوليبريم اي هتساوي اي دي كيو للبلاك باتي الابزوربشن كامل 100% ابزوربشن، فالاي تساوي 1 فالاي سويناها اي سبسكريبت بي، ده سبسكريبت يعني تحت الحرف بي صب بي، ده بيساوي المفروض اي دي كيو بس فور بلاك باتي هي 1 فيبقى اي دي يساوي دي كيو. فمعنى كده ان انا لو قارنت جسم عادي مع جسم بلاك بادي في نفس الظروف، يعني الاثنين تحت نفس درجه الحراره وكل الظروف زي بعض، هنلاقي ان النسبه ما بين الاميسيف باور بتاعت الجسم العادي الاميسيف باور بتاعت البلاك بادي هقسم المعادلتين دي ودي هيطلع النسبه ما بينهم اي، والاي ده بتاع الجسم دايما اصغر من واحد، فدايما الاميسيف باور بتاعت اي جسم اصغر من الاميسيف باور بتاعت البلاك بادي تحت نفس الظروف. تاني هجيب جسمين في نفس الظروف، جسم عادي خالص وجسم اسمه بلاك باتر، كنت ده مثال المره اللي فاتت اللي هو الكافيتي او ال وفي بلكونه فوق يعني منورين الجنب. طلعت ازاي؟ انا ليه 15 سنه في الكليه دي معرفش. طيب انا اتغيرت كتير صح؟ فايه؟ الانرجي اللي نازله على الاسم اي كيو هينتصب انها اي دي كيو، لو كان الجسم بلاك باتر هيحصل ابزوربشن كامل لان اي بيساوي 1، والطاقه على قد ما الجسم بيستلم على قد ما بيطلع عليها. فالايميس باور اي بتساوي اي دي كيو ده ان جنرال لاي جسم، للبلاك باتر اي بتساوي 1 فيبقى اي بي بيساوي دي كيو. اقسم المعادلتين على بعض اطلع ان اي على اي بيساوي ايه؟ يعني الايميس باور اللي هي قلنا سكت كده الايميت باور الايميت انرجي بير يونت اريا بير يونت تايم على الايميت باور بتاعت البلاك بادي اي دي اللي هي الايميت انرجي بير يونت اريا بير يونت تايم بس البلاك بادي، ده بيساوي ايه؟ والايه ده رقم اصغر من واحد. لا ده بيربطك يعني العلاقه ما بين الايميت باور بتاع البلاك بادي والايميت باور بتاع الجسم عادي تحت نفس الصوره. هنعمل ايه المحاضره دي؟ اللايف باتي بتعمل في المعمل زي ما قلنا المره اللي فاتت ممكن تعمل يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت ان انت ممكن تجيب كابل كده اهو وتدخل شعاع يقعد يخبط جوه من غير ما يطلع خصوصا من الزوايا الجسم ما يطلعش. لو حصل منه ما طلعش يعني هيفضل يقعد يلف جوه يلف جوه يلف جوه، فالطبقه بتاعته تبقى بتنصب الحيطان بتاع الجسم لحد ما يختفي خالص، فهو الافكتيفلي كده شغال بلاك باتي. يعني هو ما هوش بلاك باتي جسم اسود فعلا كده لونه اسود، لا هو بيدو حاجه ثانيه بس انا هحطها في المعمل ازاي؟ اول حته ازيك يا جماعه؟ اول حته بتاعت البلاك بادي ايه؟ ثانية واحدة لا مش هقدر اخد اسئلة كتير مش هقدر اخد اسئلة كتير. هقول الحتة بتاعت الباك بادي بتاعت المعمل دي تاني.
نستعمل باك بادي نحن يا جماعة هو ايه الموقف ورا ما في ناس قاعدين تحت في القهوة اللي ورا في ناس طالعة وداخلة كده انت شايف تاني البلاك بادي كمثال لهم في الطبيعة زي ما قلنا البلاك بولز او الثقوب السوداء في الفضاء دي اجسام عندها قدرة انها تمتص اي حاجة تعدي جنبها ضوء حرارة اجسام اي حاجة بتعدي تمتصها طيب انا عايز ادرس بلاك بادي ادرسه ازاي؟ هل هروح اجيب ثقب اسود احطه عندي في المعمل؟ مش هينفع. فانا هعمل حاجه شبهه اللي هو ايه؟ جسم كده اهو كافيتي او زي كافيتي العربي يعني مغاره يعني ليها فتحه كده صغيره لو دخلت قسم الانرجي بزاويه معينه انا هعمل ديزاين للجسم ده بص لما بتقرا في المحاضر اللي قدامك يعني انا في دماغي ان انا كنت اشرح لكم تجربه معمل في السكه النهارده باعتبار ان ايه ليها علاقه بمحاضره النهارده هلاقي مشاكل الاسعاف مش هشرحها خلاص كده مين اللي خسران انا ولا انت يبقى لو في انسبت انرجي كده انا هصب الزاويه بتاعت الشعاع اللي داخل اهو بحيث ان شعاعي جوه يحصل له بروباجيشن من غير ما يقدر يطلع بره تاني وكل خطه من دول بيحصل له ريفليكشن بياخد شويه طاقه جوه الكافيتي ويتبقى شويه يخبط ياخد طاقه تاني يخبط ياخد طاقه تاني وهكذا لحد ما يبانش لحد ما يحصل فكل الطاقه بتاعته يبقى طاقه للكافيتي او للجسم ده بعد شوية الجسم ده بيعمل ايه؟ راديشن. أنا هدرس بقى الراديشن ده بعرف الإي بتاعة البلاك بادي. فلو أنا جبت البلاك بادي في نفس الظروف هيبقى الإميسيفيتي بتاعته بتساوي الأبسورتيفيتي والإميسيف باور اللي هي الإي دي علاقتها بجسم تاني في نفس الظروف لو جبت جسم تاني كده في نفس الظروف ودرست الراديشن بتاعه هيبقى اللي طالع من ده اسمه إي بي واللي طالع من ده اسمه إي هتبقى النسبة ما بينهم هي الإي بتاعة الجسم ده. ماشي الكلام؟ ستيفن بولتزمان ايه بقى القصه دي؟ في اثنين كانوا شغالين في المعمل مع بعض، واحد اسمه ستيفن وده كان استاذ وبولتزمان ده كان التلميذ بتاعه. ومين اللي حصل بقى؟ ايه بقى؟ ستيفن عمل بلاك بادي راديشن اناليسيس درس البلاك بادي راديشن ودرس هو عمل وبعدين بولتزمان ده كده عرف يجيب تفسير نظري للموضوع وخرجوا من الاخر بالقانون ده انه الاميسيف باور بتاع البلاك بادي بتساوي ثابت اسمه سيجما في درجه الحراره المطلقه الابسولوت تمبريتشر بتاع الجسم تو ذا باور 4 اس 4 يعني الاي بي بتساوي سيجما دي اس 4 بالقوانين اللي فاتت لحد قبل القانون ده على طول هل كان يفرق معايا درجه الحراره بالديجري سيلسيوس او بالكلفن؟ لا ليه؟ لان دايما انا كنت بركز الفروقات في الاخر احط الحراره اللي تطلع لي زي ما انا عايز بس الفرق هو هو يعني الفرق بين 0 و 100 زي الفرق بين 273 و 873 فكانت المسائل اللي فاتت دي درجات الحراره فيها مش شرط فيها اي حاجه مش شرط كتير اللي انت عاده بتدرس فرق لكن هنا هتفرق هنا لازم تشتغل في الكلمه لان مفيش فرق يعني وهنشوف فرق جاي بعد شويه بس برضه لازم كلمه علشان الباور 4 الاس 4 دي مش هتخليك تعرف تشتغل بالسيستم فانت لازم تشتغل الاستيفن متطالع كده بالكلمه فستيفن بولتزمان هو بيقول انه الامس باور اي دي بتاع بلاك بادي بتساوي ثابت اسمه سيجما سموه على اسمه بقى ستيفن بولتزمان سونسون والقيمه بتاعته كاتبينها هناك 5.678 × 10⁻⁸ والوحدات الدوليه بتاعته مش
جول على متر تربيع سكن كلمة مستربعة. ده السيجنال. طيب هما درسوا بلاك بادي اي دي بتساوي سيجنال مستربعة. بس احنا عارفين الناس اللي ورا الشكل كويس؟ هكبر اكتر من كده مش هينفع. كان اي على اي دي بتساوي اي. فانا ممكن اشيل اي دي
والدنيا اللي حواليه حرارتها هنسميها سراوندينجز حرارتها تي نون. يبقى ده بيرادييت او بيطلع طاقه بتساوي مساحه السطح في الابسوربتيفيتي في سيجما في التمبريشر اسر 4. وبياخد من اللي حواليه اللي حرارتهم تي نون يعملها نون تاني. لا عايشه هياخد ايه في ايه في سيجما في تي نون اسر 4. يبقى هو فقط كام اتش؟ يبقى النت لوس بيساوي كام؟ صعبه دي؟ النت لوس هيبقى كام يا جماعه؟ هو بيفقد ايه؟ ايه سيجما تي اس 4 وبياخد من اللي حواليه ايه في ايه في سيجما تي اس 4. يبقى النت لوس او محصله الخساره في الطاقه بتاعته كام؟ ده ناقص ده صح كده؟ فالنت لوس بتاعه هيبقى الاتش المحصلة بتساوي مساحة السطح بتاع الجسم في الابسوربتيف في سيجما ده كله عامل مشترك في دي اس 4 ناقص دي نون اس 4 ودي درجة الحرارة الكلمة. يجي حد يقول لي طيب ليه انا عايز اعرف الكلمه؟ طب ما دلوقتي احنا بنتكلم عن فرق. ينفع استعمل في الجسم الجلد؟ ينفع استعمل هنا؟ ما ده فرق بقى جامع زي كده مسألة كوندكشن. هل انا ينفع استعمل في الجسم؟ مش هينفع برضه، لازم كلمه. ليه كلمه؟ علشان باور 4 اس 4 ده هيخليني مش عارف اشتغل في الجسم الجلد. القانون متعرف بالكلمه. الشغل بتاعهم شغالين كلمه ده باور 4 ما ينفعش تحط مطرحه سيلسيوس حتى لو في فرق باور 4 مش هيطلع على سيلسيوس. يبقى انت لازم دايما تتعامل مع الكلمه في المسائل. الكلام ده صعب يا جماعه. هل ده في مشاكل؟ طيب مسألة بقى ظريفة كده هنقولها كده في الهواء. الاريا مساحة السطح ايه اللي في القانون ده؟ لو الجسم ده سفير تبقى الايه اللي هحطها في القانون تساوي كام؟ لو كان ده سفير الاريا اللي هنا دي هتبقى كام؟ 4 باي ار سكوير. كويس. لو كان سلندر هيبقى لو ما قالش في المساله اي حاجه يبقى انا هتعامل مع سطح السلندر كله اللي هم القاعدتين وسطح جانبي باي ار سكوير فوق باي ار سكوير تحت وسطح جانبي 2 باي ار ان حيث ان هو الارتفاع. كويس. لو قال لك ثين شيت شيت شريحه رفيعه هيبقى عندي كام سطح فيها؟ سطحين بس. يعني زي الورقه كده. الورقه ليها كام سطح؟ سطح من فوق سطح من تحت سطح جانبي بتاع الورقه حواف الورقه دي حاجه صغيره قوي مهمله. فلو قال لك سين شيت هيبقى مساحه السطح اللي هحطها في المساله هي ضعف مساحه اي وش من الاثنين دول. تاني لو قال لك سين شيت فالسطح الجانبي ده مهمل. السطح اللي من فوق ده مثلا لو كانت مساحته مثلا 5 متر مربع هيبقى الاريا اللي في المساله بتساوي 2 في 5 متر مربع اللي هي 10. في حاجه اسمها قانون نيوتن للتدليك نيوتن لو كولي. بيقول ايه بقى القانون ده؟ ده امبيريكال لو. ده قانون تجريبي امبيريكال. امبيريكال ابرو.
لا تمام الفريق. هتاخدوا بعد كده في الكليه قوانين الفريق. انا سمعت ان جماعه بدري عندهم نظريات الفريق. بقت سبع نظريات حاجه. يعني ايه الفريق؟ الفريق يعني حاجه لو هو بالتجربه. الراجل دخل المعمل حط الجهاز عمل شويه تجارب وصل للنتيجه. كويس. هل عمل لها اثبات نظري؟ ما عملهاش. في حاجات بيلاقوها كده في الطبيعه مش كل حاجه بيلاقيها اثبات. في حاجات بس يعني مثلا ليه في تجاذب بين كتلتين؟ هي الطبيعه بتاعتها كده مفيش ميوس يعني ما تقدرش تعمل اثبات رياضي تقول انه كذا 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 فيبقى الكتلتين دول متجاذبين. فنيوتن عمل تجارب كتير. في حاجه ظريفه هنا عمل ايه؟ جاب قياس درجه الحراره بتاعته سخنها جدا. والسراوندنجز الاجسام المحيطه هنعتبر ان هي كده حاجه واحده كبيره كده ليها درجه حراره اسمها ثيتا اس. الطابور ده انتوا بتعملوا بيه تجربه في المعمل. حاجه شبه كده. ايه بقى اللي بيحصل؟ لما يسيب الجسم ده يبرد انا بفرض ان ثيتا اكبر من ثيتا اس عشان كده هو الطابور ده في الكولينج في التبريد بس. يعني انا بشتغل لما يكون ثيتا اكبر من ثيتا اس. درجة حرارة الجسم أعلى من درجة حرارة الجسم. إيه اللي بيحصل؟ إيه الجسم ده؟ هيبرد. هيبرد ده بالراديشن، هيبرد بالكونفكشن اللي يعني شوية هواء حرارة بيمشوا. هيبرد. فلاقي إن في حاجة دايما بتتكرر، شكل درجة الحرارة وهي بتتغير مع الزمن. باي ذا واي لحد النقطة دي كده من أول الشامبر لحد هنا ما تعاملناش تقريبا مع الزمن خالص. كنا بنتكلم عن إيه؟ ستيدي فلو اوف هيت. يعني الاتش رقم ثابت في كل اللي عملناه. هنا بقى ده هندخل الفاكتور بتاع الزمن. بمعنى انه الجسم ده بيبرد مع الزمن. فالراجل عمل ايه؟ ساب الجسم ده يبرد، عارف درجه حرارته الاولانيه كان اسمها ثيتا نوت. درجه حراره ثيتا عند الزمن بيساوي صفر في اول التجربه سماها ثيتا نوت. السراوندنجز درجه حرارتها اسمها ثيتا اس. ده معروف وده معروف. وراح رسم علاقه ما بين الحراره والزمن. وكرر التجربه دي كتير. ولقى ان في باترن في شكل كده بيتكرر. فحاول يعمل مثبت الفورمولا يفسر يعني يقول الموضوع ده بالرياضه يطلع شكله ايه؟ فوصل لايه؟ وصل ان معدل تغير الحراره مع الزمن لجسم بيبرد بيتناسب مع الفرق بين حراره الجسم والسراوندنجز. يعني ايه؟ يعني لما يكون الفرق الحراره ما بين الجسم والسراوندنجز كبير الحراره تنزل بسرعه. دي ثيتا باي دي ثيتا يبقى كبيره. ولما يكون الفرق بين حراره الجسم والسراوندنجز صغير الحراره بتاعت الجسم بتنزل مع الزمن بس بمعدل اقل. منطقي. يعني لو انا جبت جسم درجه حراره 100 كان الدنيا حواليه درجه حراره صفر طبيعي ان ده يحصل حراره بسرعه يحصل حراره بسرعه 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 وحرارته تنزل 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 تنزل. لما توصل حرارته ل 10 مثلا هل هيحصل حراره بسرعه قوي؟ لا لان هو قرب من السراوندز. فهو لقى انه لما يكون جسم درجه حرارته عاليه بالنسبه للسراوندز دي تنقصيه اس رقم كبير يبقى دي ثيتا باي دي رقم كبير. الجسم حرارته بتنزل مع الزمن بسرعه وبعدين بتهدى واحده واحده بتنزل برضه بس بتنزل بمعدل اقل. فدي ثيتا باي دي يعني لو تعرف عارف ضروري تدخل في الامتحان تعمل ايه؟ طيب هتعمل ايه؟ ممكن تكتب لي المعادله دي كويس بس ده مش عجيب في معدل هتعرفها ازاي؟ هتقول لي ان معدل تغير هتقرا المعدل، معدل تغير الحراره في الجسم مع الزمن بتتناسب مع فرق الحراره بين الجسم والسراوندنجز او الاجسام المحيطه. مش صعب، انت هتقرا المعدل وتكتبها لي بالكلام. خلاص كده؟ ثابت التناسب سموه كي. كي ده مجرد ثابت التناسب. اسمه ايه؟ مش مهم. وحدته ايه؟ هنعرف دلوقتي. ليه بقى الثابت ده؟ في ثابت في المعدل كده ليه؟ ثيتا ناقص ثيتا اس ده رقم موجب ولا ثابت؟ ثيتا ناقص ثيتا اس اللي هو الرايت هاند سايد ده بيكون في المعدل. ثيتا اكبر من ثيتا اس في الشغل بتاعنا.
فثيتا ناقص ثيتا اس ده حاجه موجب كويس. الحراره بتقل مع الزمن فثيتا باي دي اللي هو الضغط الشمال في المعادله ثيتا بتقل مع الزمن اتوقع ده هيبقى رقم ايه؟ نيجاتيف لان ثيتا هي الفاينل ثيتا ناقص الانيشال ثيتا على الزمن فهو بينزل من 190 فيبقى الفرق كام؟ 90 ناقص 110 10 على الزمن بعد كده ينزل من 90 ل 80 فيبقى 80 ناقص 90 على الزمن ينزل لحد مش عارف 50 يبقى 50 ناقص 80 على الزمن فدايما الطرف الشمال ده زاد فقال لك كويس دي ثيتا باي ثيتا وثيتا ناقص ثيتا اس بينهم علاقه تناسب طرفي مع فرق اشاره فعشان كده حطوا سر التناسب اسمه تي وحطوا اشاره سر صعب الكلام حد كده يقدر يقول لي بالمعادله دي الوحده بتاعه التي بتطلع ايه؟ شكلها كده دي درجة حرارة فرق حرارة ده فرق حرارة فده لازم يطلع ايه؟ واحدة على سنة مقلوب السنة واحدة على سنة مش كلام كويس دي معادلة ديفرنشال يعني ايه معادلة ديفرنشال؟ يعني معادلة تفاضلية واحنا ما بنحبش المعادلات التفاضلية احنا لازم نتعامل مع حاجات من غير التفاضل اللي هو الدي باي دي ده مش عايز الدي هات دي انا عايز الدي على طول من غير الدي يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هعمل ايه؟ عشان اخلص من التفاضل هعمل ايه؟ اعمل تكامل طيب انا عايز اكامل فين المتغيرات اللي هنا؟ فين الفاريبلز اللي هنا؟ الدي ده متغير ومين كمان؟ الدي ده متغير فانا عايز احل الثيتا مع الدي هل هعرف اكمل بالمنظر ده؟ لا اعمل ايه؟ لازم افصل المتغيرات ده في ناحيه وده في ناحيه فانا ممكن افصل بقى الثيتا عن الدي فاقول ان الدي على ثيتا ناقص ثيتا اس كده على بعض بيساوي ماينس تي دي دي هاي فانا كده فصلت الحراره في ناحيه والزمن في ناحيه وكامل والماينس كده ثابت. طيب تكامل ثيتا على ثيتا ناقص اس ناقص ثيتا اس. الثيتا اس ده درجة الحرارة بتاعت السراوندينجز ده ايه؟ ثابت. يعني الكي ده ثابت والثيتا اس ده ثابت. فلما اجي اكامل ده هيطلع. فاهم؟ ثيتا ناقص ثيتا اس بيساوي ماينس بي تي زائد سالب التكامل ماشي الكلام؟ صعبة؟ طيب في حد بيسالني ثيتا اس ده مش بيتغير؟ لا انا بفترض في التجربه دي ببساطه ان هي مثلا زي الهواء يعني انت لو جبت كوبايه شاي سخنه وحطيتها في الاوضه دي درجة حرارة كوباية الشاي دي هتقل مع الوقت، صح كده؟ هل درجة حرارة المدرج هتتغير؟ أكيد لأ، بس في حاجة كبيرة قوي كده زي السراوندينجز هتبقى ثابتة. طيب، أجيب ثابت التكامل منين؟ لازم يكون عندي كونديشنز. المرة اللي فاتت كنت بطرد طلبة كتير، صح كده؟ وقف يا ابني تسجيل يا ابني اللي بيسجل. فين الكونديشن اللي عندي؟ ان درجه الحراره عند زمن تي بيساوي صفر اسمها تيتا نون درجه الحراره الابتدائيه اللي نشر تمبرتشر بتاع الجسم حلو لو عوضت هيبقى عند زمن تي بيساوي صفر ده يؤدي الى ان تيتا اسمها تيتا نون هعوض هنا فهيطلع الجن بتاع بدل تيتا هحط تيتا نون وعندي ناقص تيتا اس بيساوي ماينس تي تي والتي بتساوي صفر الزمن زيرو من عندي دي ازاي طبعا كورس على طول وارجع اخد السي واعوض بيه في المعادله الاصليه ونرجع تاني زي ما قلنا تي بس يا بابا Thank you.
لا دي مش كاس دي دي مخمس فاحنا لقينا ان الولاد في تناقص انترست بسبب الفاينانس دي كانت ثابت عشان هي ثابت عوض الكنيشن كونديشن ان عند الزمن الصفر كانت الحراره اسمها ثيتا نوت رقم ثابت وعرفنا يساوي كام فاللم بتاع في ناقص في ناقص بتساوي في ناقص في نون كاش مفيش زي اللم في نون ناقص في ناقص لان الناحيه دول الناحيه دي هتبقوا مع بعض ازاي؟ هاخد ده من الناحيه دي ودي الناحيه دي من الشرع ثابت واحنا عارفين ان مثلا لان اكس ناقص ان واي بتساوي لان اكس على واي فهيطلع لم وانا مش عارف الشرط يا جماعه انا لساني كده انا ما بعرفش الشرط طيب انا نفسي طبعا في تقاس هاخد الناحيه الثانيه لان في تقاس مطلق في تقاس هجيبه الناحيه الثانيه فهيبقى لان ده على ده هخلص من لان الاكسبوننشال في اي فهيبقى عندي في تقاس في تقاس عندي تقاس في تقاس يساوي اي تو ذا باور ماينس اي تي طيب معلش 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 انا غلطت في الخطوه دي بس انا مش عارف الشرط بس انا فعلا بجد مش عارف الشرط فهيبقى عندي لين ثيتا ناقص ثيتا اس على ثيتا ناقص ثيتا اس تساوي ناقص ثيتا اي هخلص من اللين بالاكسبونشال فيبقى عندي ثيتا ناقص ثيتا اس على ثيتا ناقص ثيتا اس يساوي e to the power minus e هودي ال theta نقطة في الناحية التانية وال theta s فيطلع عندي ال final formula بتاعت القانون هي كده درجة الحرارة اسمها theta نقطة وكل ما الزمن بيزيد بيحصل ايه الكيرف ده الاكسبونشال e to the power minus e لما الرقم ده بيزيد شويه بشويه بيحصل ايه بالاكسبونشال ده على بعضه؟ ده بيحصل له ايه؟ يعني ايه اس ناقص 1 بعد كده ايه اس ناقص 2 ايه اس ناقص 3 كل ما الزمن بيزيد ده الاي تو ذا باور ماينس 1 بتزيد فده بيهم اخره فين؟ عند زمن كام؟ لما الزمن يكبر قوي 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 الزمن ده احطه اي تو ذا باور ماينس انفينيتي دي لو حطيته في انفينيتي هيبقى ايه اس ناقص انفينيتي ايه اس ناقص انفينيتي كام؟ بزيرو فساعتها في الزمن الكبير قوي انفينيتي الثيتا بتساوي ثيتا اس يعني هتبتدي من ثيتا نون وتنزل مع الوقت لحد ما توصل لثيتا اس وهيبقى المنظر شكل اكسبونشال كده فمع الوقت الحراره بتنزل من ثيتا نون والابروتش بتقرب من الثيتا اس مع الوقت نظريا انا محتاج زمن يساوي انفينيتي دي مساله 5 بشكل واحد دي مساله 5 بشكل واحد المساله بتقول ايه بقى؟ بتقول عندي سلاب احنا كده خلصنا شابتر 1 احنا عندي سلاب المساله الاولانيه بتقول عندي سلاب نفترض ان الباور اللي معديه فيه اللي بيحصلها هيت ترانسفير انا عارفها وعارف كل المعلومات على السبب اعرف عنها كل حاجه اللي حصل ايه بقى؟ ان انا زودت السمك بتاعه السمك بتاعه كان اسمه دي اكس فانا هخلي السمك بتاعه في الحاله الثانيه هخليها زي البرامتر بتاعت الحاله الاولانيه ان دي سبسكريبت 1 يعني كانت ايديا بتاعت 1 دي تي 1 دي اكس 1 في الحاله الاولانيه ساعه ما انطبع هنسميها ايديا 1 درجة حرارة على الشين هنسميه مثلا دي تي 1 والسمك بتاعه هنسميه دي اكس 1 لو حصل بدل ما اسحب في الانجل بعد ساكت
لو حصل ان السمك بتاعه ضعف، يعني السمك بتاعه اسمه تي اكس 2 بيساوي 2 تي اكس 1، وحصل ان مساحه مقطعه بقت بالنص، يعني الاريا في الحاله 2 بيساوي نص الاريا في الحاله 1، ولو انا زودت درجه فرق درجات الحراره على الوشين بتوعه، لو كان فرق الحراره ده اسمه دي تي 1، انا هزوده بحيث ان هو فرق الحراره دي تي في الحاله الثانيه، الحاله الجديده دي تي 2 بيساوي ضعف دي تي 1. قول لي بقى في الحاله الجديده بعد ما قللت مساحه المقطع بتاعته للنص وزودت السمك بتاعه للضعف وفرق الحراره للضعف، الباور اللي معديه فيه الهيت كارنت اللي معدي فيه في الحاله الثانيه بالنسبه للحاله الاولانيه بيساوي كام؟ هل هو جاب سيره ان احنا غيرنا الماتيريال الماده؟ ما جابش سيره، فانا هفترض ان كي في الحاله الاولانيه زي كي في الحاله الثانيه. ماشي كده؟ في المساله بيستعمل الرمز البي بدل اتش، مش مشكله، هو الاسم اللي احنا عارفينه الهيت كارنت اللي هو قد ايه طاقه معديه تريون التايم، فهي هي زي الباور نفس، يعني اتش او بي مش مهم، هو نفس الكونسيبت. فالبي في الحاله نمره 2 على البي في الحاله نمره 1 كده تساوي كام؟ بي 2 على بي 1 بتساوي، هنطبق القانون بتاعنا، ماينس كي في الحالة 2 في الداليا في الحالة 2 في دي تي في الحالة 2 على دي اكس في الحالة 2. في الحالة الأولانية هتبقى ماينس كي في الحالة 1 في الداليا 1، وبعدين عندي دي تي 1 هيبقى في المقام تحت هنا، ومقام المقام بسط هيبقى دي اكس 1 هيقع فوق. لو عملت النسبة دي هتطلع كام؟ النسبة دي هتطلع كام؟ ماينس وماينس وكي وكي كل دول زي بعض هيبقوا اريا 2 هي نص اريا 1، فانا كده عندي نص، وفرق الحراره دي 2 على دي 1 بيساوي 2 الحاله الثانيه ضعف الاولانيه، ودي اكس 1 على دي اكس 2 دي نص لان السمك زاد بقى ضعف، فدي اكس 1 على دي اكس 2 هيبقى نص، يبقى النتيجه تطلع نص، ودي تبقى الاجابه دي عايز نفس السطح المحط، نفس التكنيك في الكروس سيكشن واحد،
واللي انت عندك معروف درجات الحراره على الانترفيس. السؤال تعرف ترتب الكي اللي موجوده دي كي 1 2 3 4 من اصغر كي لاكبر كي؟ نشوف القانون اللي بقدر استعمله هنا ان الاتش وكلهم هيبقوا سيريز ولا بارلل كونكتد؟ دول سيريز ولا بارلل؟ سيريز. ليه سيريز؟ علشان بيمشوا فيهم كلهم نفس الدرجه الحراريه، هي الكرب از ذا سيم اكروس اول ذا بيس. فممكن كده البيس كل دول معاك فيهم نفس الاتش. الاتش انا عارف ان هو ايه؟ سوري بيساوي ثلاث درجات الحراره دي واحد مثلا ناقص دي اثنين على الريزيستنس اللي هي هنا هتبقى السوق دي دي ومعتبر مطلع هطلعه بسط للتسهيل يعني. فهيبقى هنا الكي في مساحه المقطع دي. الاتش بتساوي فرق الحراره على الريزيستنس، والريزيستنس هي السوق ال على كي ايه؟ كي ايه ده تحت خالص مقام المحطه بقى وبص كويس قوي. فلما اجي احسب الاتش من اي اثنين في دول كلهم فيهم نفس الاتش وكلهم فيهم نفس مساحه المقطع ايه؟ وكلهم فيهم نفس السمك دي. هل المعلومه بتاعت الحراره تقول لي معلومه عن الكي؟ اه. من المنظر ده فرق درجات الحراره بيتناسب طرديا ولا عكسيا مع الكي؟ عكسي. ليه؟ لان ده ثابت ثابت ثابت، فالفرق ده هو مع الكي تناسب عكسي. حصل ضرب حاجتين في بعض انفرس بروبورشنال. فالكي 1 ناقص تي 2 لاي سطح من دول بيتناسب عكسيا مع الكي بتاعه. واضحه دي؟ حلو. يبقى انا عشان اعرف اصغر كي هلاقيهم فين؟ عند اكبر فرق حراره. طيب مين اكبر فرق حراره؟ ده الفرق عنده كام؟ 5. ده الفرق عنده كام؟ 10. ده الفرق عنده كام؟ 20. ده الفرق عنده 15. فرق الحراره على الوشين بتوع الجسم ده اهو 5، هنا هيبقى 10، هنا هيبقى 20، هنا هيبقى 15. يبقى مين في دول اصغر كي؟ مين في دول اصغر كي؟ اللي عندها اكبر فرق حراره اللي هي مين؟ كي 3. يبقى دي اصغر كي. يبقى لما يقول لي رانك ذا ماتيريالز فروم ذا سمولست كي تو ذا لارجست، يبقى السمولست هي كي 3. بعدين مين بعد كده؟ الفرق هنا 5 10 20 15. 20 اكبر فرق يبقى اصغر كي. مين اللي بعد كده؟ ال 15 هيبقى الكي بتاعتها اكبر شويه لان فرق الحراره هنا اصغر شويه، يبقى بعد كده هيبقى كي 4. وبعدين هيبقى كي 2 وبعد كده هيبقى كي 1. ودي الاجابه دي في الشيت. دي الاجابه رقم دي في الشيت.
طيب احنا هندي مقدمه بس الشابتر 2 اول صفحه ونص كده. اول صفحه هو الشابتر ده المفروض ان هو 12 صفحه شابتر صغير. والمفروض ان احنا هنخلصه المره الجايه، يعني المخطط ماشي كالتالي. احنا خلصنا شابتر 1 دلوقتي، شابتر 2 هيخلص المره الجايه لان هو صغير قوي. 3 ده هياخد محاضرتين. يبقى المحاضره نمره 6 حضرتك هتكون خلصت اكيد. بعد كده يا اما هيبقى في امتحان اعمال السنه في الاسبوع السابع يا اما في الثاني. فالموست بروبابلي كده الهيت كلها داخله في امتحان اعمال السنه. الهيت كلها داخله في امتحان ميد ترم اعمال السنه. لو حد يفتكر اول محاضره قابلنا فيها قلنا يعني ايه تمبرتشر؟ قلنا ساعتها ان التمبرتشر دي حاجه هنعرفها في شابتر 2 كويس. احنا هنوصل كلام نظري مش اكتر دلوقتي. طب ازاي وهنمشي؟ فشابتر 2 هنعرف يعني ايه تمبرتشر فعلا. جت ازاي بقى القصه؟ اللي حصل ان في حد كده قاعد يفكر في الموضوع بتاع الكينيتيك انرجي بتاعت الجاز وحط شويه فرضيات، ست فرضيات في الاول. مش هاجي في الامتحان اقول لك سمعها، يعني مش هاجي اقول لك في الامتحان رص لي الست فرضيات بتاع نظريه الغازات، نظريه طاقه حركه الغازات، مش هيحصل كده. بس ممكن تتسال فيهم كاسئله فهم. النظريه دي هتوصلنا في الاخر ان احنا نفهم يعني ايه تمبرتشر فعلا بالظبط، يعني ايه تمبرتشر ده يحط تعريف علمي صح. حد يجي يسالني الاول يقول لي يعني هو صحي من النوم جه ست فرضيات في دماغه راح حاطط النظريه؟ مش كده. الناس عاده بتخش المعمل ويقعدوا يعكوا شويه في المعمل ويطلعوا شويه نتائج وبعد كده يحاولوا يفسروها وفسروا نتائج تجارب ثانيه مشابهه في بعدهم فكره. خلاصه القول يعني لان انت لما تفترض شويه فرضيات هي مش بمزاجك. الفرضيات دي هتوصلك في الاخر لنتيجه لازم تتفق مع الاكسبيرمنت. الحكم في النهايه هو التجربه العامه. فالنظريه دي بتديني نتائج قريبه قوي من التجربه العامه. بعدين هنلاقي يعني لما تطلع في السنين اللي بعد كده هتلاقي شويه فروقات. بس على قد ما نقدر نقول في اعدادي النظريه دي بتطلع نتائج كويسه. طيب النظريه دي بتقول ايه؟ الفرضيات اللي فيها كالتالي، ان انا بتعامل نمره واحد مع بيرفكت جاز او ايديال جاز، بيرفكت جاز معناها ان الجزيئات بتاعت الغاز ده مفيش ما بينها تجاذبات. يعني حد يعرف طاقه الوضع البوتنشال انرجي اصلها ايه؟ منين جسم بيكسب طاقه الباطن؟ ايه اللي بيخلي الجسم في يوم من الايام عنده بوتنشال انرجي؟ يعني انت لو طلعت المدرج ب انت هتعمل شويه مجهود عشان توصل للمدرج ب، فهتكتسب بوتنشال انرجي جت من المجهود اللي انت عملته عشان تطلع فوق، وده هيساوي في الاخر ام جي اتش وزنك ام جي في الارتفاع اللي انت طلعته اتش. فده اصله جاي من وجود تجاذب ما بين جسمك وما بين الارض. لو ما كانش فيه جاذبيه ما بين جسمك والارض ما كنتش هتحتاج تبذل مجهود عشان تطلع، وبالتالي ما كنتش هيبقى عندك بوتنشال انرجي فوق. في النظريه دي لما انا هبص على جزيئات الغاز هفترض ان ما فيش ما بينها تجاذبات، هفترض ان هم بعاد قوي عن بعض ما بيقدروش يعملوا اتراكشن فورس على بعض. بمعنى اخر ان انا بهمل في هذه النظريه البوتنشال انرجي. فانا بتعامل مع بيرفكت جاز، البيرفكت جاز ده ما بيكونش فيه علاقه ما بين الموليكولز وبعضها غير في لحظه التصادم، يعني لو موليكول ماشي كده بسرعه وموليكول تاني خبط في بعض في لحظه التصادم دي بيحصل انتر اكشن بسيط يغيروا اتجاهاتهم وخلاص، لكن لما يبعدوا عن بعض ما فيش تجاذب ما بينهم. تاني حاجه انه عدد الموليكولز في الغاز في اي فوليوم صغير عدد كبير قوي. دي معلومه غالبا احنا عارفينها.
الفرضية الثالثة إن المسافات بين البوينتس أكبر كتير أوي من الدايمنشنز بتاعتها. يعني المسافة بين المولكيول والتاني بتبقى بالنسبة لأحجامهم مسافات كبيرة قوي. الفرضيات دي لازمتها ايه؟ هنشوفها بقى تترجم رياضة المرة الجاية. يعني الكلام النظري ده الرغي ده هيترجم رياضة المرة الجاية. الفرضية الرابعة ان كل التصادمات دي لازمة. تصادم مرن او غير مرن. يعني ايه تصادم مرن؟ ميكانيكي. يعني لما جسمين يتخبطوا في بعض مفيش نقطة الطاقة، بس هما هيتبادلوا الطاقة مع بعض وممكن يحصل ايه؟ يغيروا الاتجاه. التصادم يخليهم يغيروا الاتجاه من غير مصارعة في الطاقة، من غير ما يحصل مصارعة في الطاقة. دي هتترجم في معادلة المرة الجاية. فالتصادمات ما بين الجزيئات او ما بين الجزيئات والكونتينر دي كلها بنفترض جدلا انها تصادمات كلاسيك. فرضية نمرة خمسة افضليه لمكان على مكان، ومفيش افضليه في اتجاه حركه على اتجاه حركه. يعني لما يجي جزء يتحرك يروح من مكان للتاني احتماليه انه يروح في الاتجاه ده قد احتماليه انه يروح في الاتجاه ده قد احتماليه انه يروح في الاتجاه ده. شويه هيمشي كده شويه هيمشي كده شويه هيمشي كده. كل اتجاهات الحركه ليها نفس الافضليه، مفيش اتجاه احسن من التاني. وكل الاماكن جوه الكونتينر ليها نفس الافضليه، مفيش مكان احسن من التاني. ده بالنسبه لي.